بالنسبة للإنسان البسيط والدخل الشهري يكون متوسط تبلو غالية. الأسعار كل راهي مرتفعة، ماهيش غير القهوة، كلش راهو مرتفع. القهوة حاجة باينة، الناس كل تشرب قهوة تبنى الناس غالية. كانت شكارة علو 320,000 طايحة كيما نقول هنا 72,000 ولا 68,000، وبعد ولات ولا 340,000، وبعد دوك البارح جابها لي اليوم انا نسيت سلكتها ب 400,000، تسمى راهي ولات 80,000 للكيلو، تسمى راهي زادت 10,000 فرنك في الكيلو، تسمى شكارة زادت ب 60,000. وحنا في شكارة كي زيد ب 60,000 دير حسابك باللي راهي شهر تخرج لك قريب اصون تاع 6 ملايين ولا 8 ملايين. ولات القهوة فيها ليفري بزاف، باه قهوة كيما نقول احنا تحسب قهوة تلقى العوامل تاعها أكثر من القهوة اللي رانا نبيعوا فيها. الزيادة هذه مانيش حنا يعني اللي درناها، الزيادة هذه القهوة خضراء هي اللي زادت في السوق، سمحنا نشريوها زايدة مع تحماصها والاخرى، سما لوجيك تخرجك في البري هذاك. حنا دوك كنا نبيعو ب 66 65 64 دوك كاين حق 86 كيلو. حنا اللي راهي زدنا راهي شوف الترونسبور تاعها زاد، في الكور تاعها المونديال زاد، طاكش البرازيل قاستها قاس هز كيما حنا نقولوا ازمه تاع سقيع، راهي نقصت في الكور تاعها وزاد في الكوت ديفوار ثاني نقصت تاعها. بور لو مومون زادت من الكور مونديال وزيد الترونسبورتور زادوا له ثاني في الترونسبور تاعو، عليها اللي ما قدرش كيما حنا نقولوا، وهي ونستناو من الزياده ملي راح تزيد الزياده تاعها. كان يدير 66 ولينا نشريو فيه دوكا حنا ب 76 نبيعوا فيه ب 80، وقال لك استناو الزياده. قهوي كي يقلبوها ب 3500 ولا 3000 خاطرك الزياده كان يسلك في الشكاره ب 330 320، دوك ولا يسلكها ب 400 امبوسيبل يخرج فيها ثاني.